اول مره عيط لي حسن الفد قطعت عليه، قال لي الو معك حسن الفد، قلت لي معك اسامه رمزي وقطعت. السلام عليكم، معكم اسامه رمزي في برا وخيط. مرحبا بك اسامه. الله يبارك فيك. شنو كتعرف على البرا والخيط؟ باللي الخيط خاصو يدخل في البرا ضروري، حيت خاص. وشنو تبغي تكون، البرا ولا الخيط؟ نبغي نكون البرا. علاش؟ باش نتك، قرار شخصي انا حر. تمام. واللقاء مع حسن الفد كان رومانسي. اول مره عيط لي حسن الفد قطعت عليه. قال لي الو معك حسن الفد، قلت لي معك اسامه رمزي وقطعت. سحب لي شي واحد، فهمتي، انا عيط لي حسن الفد. ومن بعد فاش عرفت باللي بصح الاستاذ حسن لابيل، بديتو في بيتي ساليتو في السطح. دونك كان واحد لو مومون، هي هذيك كان لقاء رومانسي، بديت كنفقد التالق ديالك. غادي مزيان اسامه، واش معمرهم تقول لك البرا؟ اي نعم برا. البرا جلبه. لا البرا الاخرى صاحبي، واش عمرك تصيدتي؟ انا مع كبرت شويه مكلمن، دغيا كيضحكوا عليا في هادشي. عندك تكوين في علم النفس، حلل وناقش العلاقه اللي كتجمع البرا والخيط. هي علاقه تقدر تكون متكاملة إلا كانت بيان سور البرا موسعة خطرها، وممكن تكون غير متكاملة إلا كانت بحال البراوات الصغار اللي باقيين. عمرك جربتي الحب؟ ما تحشمنيش. أقول ما تحشمش. شوية. جربت الحب بيان سور، أنا جو سوي أموغو. ما غاديش نقول لك مع من، ولكن قول لي فين تلاقى أول مرة قيس وليلى. قيس إلا سولتي ما غيعقلش، ليلى تكون عاقلة حيت البنات تيعقلوا. أعطيني الكاستينغ ديال خياري. هذاك خالك اللي كيجي من الطليان. وكيجيب لك شي قميجة تريبل اكس ال وانت كتلبس اس. منين مكمل؟ منين مكمل كتجيني ظريفة بزاف، كتجيني تجي استاذة. لبنى الجوهري؟ لبنى الجوهري تجي محامية ولكن ما كتربح حتى قضية. اذا ماشي محامية، كوثر بامو. كوثر ما خصهاش تخدم، كوثر ما تجي معها التمام، كوثر خاصها ترتاح. هيتم يفتح. عرفتي دوك اللعابة اللي كيحترفوا في شي دوريات غابرين ولكن كينجحوا في المنتخب. أيكون لعاب كرة. داداس بوليس. أنا بوليس. العمل في انترنت ولا في التلفازة، شنو كتفضل؟ انترنت نقدر نقول لك فيه حرية كبر على التلفازة، ولكن التلفازة فيها جمهور كبر. اختار لي وحدة. الصراحة بجوج، واخا كنرتاح بزاف في انترنت، مي التلفازة حتى هي كتبقى مهمة بزاف. ما ساخيش بهم بجوج. كومونتير ضحكك في انترنت؟ كاين واحد الكومونتير ديما كيضحكني، ديال كتلوح شي فيديو ديال الضحك وكيجي شي واحد تيكتب لك كومونتير اللي بغى يضحك يدخل عندي، بحال انا اتليت ما عرفتش. ما قنعتوش. ترتيب ديال الاعمال الفنيه اللي شاركتي فيها؟ كبروا الحبيب، الكولوك، الكوبيراتيف. ما عند كلهم فيهم كام. وكيفاش جات الشخصيه ديال غلاطه؟ في الكتابه بدينا كنتخيلوا الشخصيه كيفاش غادي تكون، ما عرفتش الشخصيه مزيان حتى بدينا التصوير. واش تعرضوا عليك اعمال فنيه تاديها بشخصيه غلاطه؟ صراحه فسريت غلاطه عيطوا لي بزاف، غلاطه نقاوه شويه وقالوا لي اجي ديروا لابس قميجه. الا قلت لك التعليم؟ التعليم خلصت تقرا. اذا يعتبر سبينوزا ويعتبر سبينوزا. انا مهمات عطيكو، كانوا كيقريونا بحال هكا، ما عمر كاع كنت تكون ديك الاشكاليه ديال الفلسفه. سين انا قربت نحطم الرقم القياسي. لا صافي بارك عليك، قولي لنا شحال دخلتي من برا. واحد جوج ثلاثه 17 18 هيثم 40 41 42. اسامه انت دابا احسن ركور في برا وخيط. واو. تكلم مع هيثم وباسو فنانه ما والو. شوف المعقول 42. كانوا يزيدوني سؤال ندير 50 وانا كاين. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنسوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.